أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرتنا اليوم راح نتناول بها موضوع مهم جدا من مواضيع الـ Neural Networks اللي هو الـ Back Propagation Neural Network. في Back Propagation Neural Network كما هو الحال في معظم الشبكات العصبية، الهدف هو تدريب شبكة عندها القابلية للاستجابة الصحيحة على الـ input patterns اللي حيتم استخدامها خلال عملية التدريب، بحيث تعطيني استجابة صحيحة أيضا في حال إدخال patterns جديدة similar، ومن أقول similar معناها شبيهة لأنه هي مو identical للvectors اللي دربنا عليها. بمعنى آخر إنه إحنا هنسوي generalization لهذه الشبكة، بإمكانها أن تعمل على patterns أخرى غير الباترنز اللي دربنا عليها. بعد التدريب الابليكيشن مالتنا للشبكة، تطبيق الشبكة، استخدام الشبكة راح يتضمن فقط اتجاه واحد اللي هو راح تدخل الإشارة من الانبوت ونسلمها بالاوتبوت بشكل مباشر اللي يدعى بالفيد فورورد فيز. بالرغم من انه في بعض الاحيان عملية التدريب تكون بطيئة بالباك بروباجيشن، إلا أن الشبكة اللي يتم تدريبها الحقيقة تنتج لي أوتبوت سريع بما يكفي. يعني خلال التدريب قد تأخذ عملية التدريب بعض الوقت، إلا أنه بعد التدريب، بعد انتهاء التدريب، عندما نسوي جنراليزيشن للشبكة حتى تشتغل باستخدام عام، ذاك الوقت الأوتبوت ما راح نحصله منها بشكل سريع. تدريب الشبكة باستخدام الباك بروباجيشن الحقيقة يحوي لي على 3 ستيجز، ثلاث مراحل رئيسية. المرحلة الأولى هي الفيد فورورد، يجينا الانبوت باترن، الانبوت تريننج باترنز، راح تجينا النماذج اللي راح ندرب عليها. وبعدها الفيز الثاني هي عملية كالكوليشن للباك بروباجيشن، عملية كالكوليشن للاسوشيتد ايرور، ونعيد باج نسوي ده باج بروباجيشن. وهنا كلمه باج بروباجيشن مقصود بها ان نعيد الاوت هذا الاسوشيتد ايرور من الاوتبوت باتجاه الانبوت، نعيده من الاوتبوت باتجاه الانبوت. هي العمليه ليست فيدباك، وانما بالفيدباك عندنا سيجنال راح تطلع مثلا من مرحله مراحل المتقدمه من الشبكه وترجع الى فد انبوت معين. هنا بالباك بروباجيشن لا، هو انتشار عكسي، راح تدخل السيجنال اللي هي هنا الاسوشيتد ايرور من جهه الاوتبوت باتجاه الانبوت، وراح تمر على كل مفاصل الشبكه بس باتجاه عكسي. المرحله الثالثه، الستيج الثالثه، هي عمليه تضبيط للاوزان. ننتقل الى الاركيتكتشر. نتحدث على باك بروباجيشن. الحقيقة الباك بروباجيشن ينفذ على شبكات من نوع ملتي لاير نيورال نتورك. ممكن أن نستخدم بها هيدن لاير واحدة وحنسمي اليونتس مالتها زد، وممكن نستخدم أكثر من هيدن لاير واحدة. النموذج اللي راح نتحدث به هنا راح نتحدث عن هيدن لاير واحدة، وممكن أن تعمم الفكرة على شبكات بها لايرز هيدن أكثر. راح نشوف في فيجر 1 لاحقا انه هذه الشبكه اللي راح نتحدث عنها، راح نتحدث عنها ناخذها كنموذج نعمل عليها تحويلي على هيدن لاير واحده، وحداتها راح اسميها زد يونتس. وعندنا بالاوتبوت يونت، بالاوتبوت لاير عندي وحدات راح نسميها الواي يونتس. الوحدات اللي بالاوتبوت والوحدات اللي بالهيدن ايضا تحويلي على بايسز. عندنا ملاحظة مهمة أريد أذكرها هنا، تسمية الوحدات اليونتس للنيورونز كاسم يونت مو كأوتبوت لها، راح نستخدم بها سمبل كابيتال لتر. فمن أقول الزت يونتس المقصود بها الوحدات اللي تسمياتها زت، زت 1 زت 2 بس كابيتال زت، في حين من أتحدث وكذلك الوحدات اللي بالأوتبوت من أكتبها كابيتال المقصود بها اسم الوحدة، الوحدة الأولى، الوحدة الثانية Y1 Y2،
في حين بنكتبها small letter. small letter المقصود بها قيمة الاكتيفيشن، قيمة السيجنال اللي ذا تظهر لي من هذه الوحدة. فبنقول small z1 small z2 المقصود بها قيمة الاكتيفيشن الخارجة أو قيمة الاوتبوت اللي تنطيني إياه النيورون، ينطيني إياه اليونت z1 والنيورون z2. نفس الكلام ينطبق بالنسبة للاوتبوت يونتس، بنكتب كابيتال لتر يعني معناها دا أشير إلى اسم اليونت، اسم النيورون. في حين من خلي الحرف small letter هنا المقصود به قيمة الاوتبوت مالت الوحدة. طيب رح نسمي البايز على الاوتبوت يونتس y k، رح نسميه الويت اوف 0 k، ورح نسمي البايز بالهيدن يونتس z اوف j نسميه v او j. اذا التسميات مالتي للبايز هي زيرو الويت اوف 0 k وال v اوف 0 j، هذه للاوتبوت وهذه للهيدن. الحقيقه اللي راح نشوفها احنا بالشكل الاتجاه الانفورميشن سيابيت الانفورميشن بس باتجاه الفيد فورورد، بعدين لاحقا راح نتحدث على الباك بروباجيشن. يفترض الاشاره تنعكس بس ما مرسوم عندي هسه حاليا، فقط اتجاه الفيد فورورد مثل ما راح نشوف خلال عمليه الباك بروباجيشن اللي هي عمليه التعليم، اللي هي العمليه اللي راح يجري بعدها موجبه نحسب ايرور سيجنال حتى على ضوءها نعدل لاحقا الاوزان. فنشوف الاشارات مثل ما قلنا بالباك بروباجيشن راح تمشي باتجاه عكسي ريفرس دايركشن، ريفرس دايركشن. مثال عندنا في هذا الفيجر، هذا مثال يوضح لي شبكه فيد فورورد، هذه هي الانبوت سيجنال x1 x of i الى حد x of n. الاشارات تطلع من x1 سر البرودكاستنج الى النيورونز اللي امامها، النيورونز اللي امامها تشكل لي الهيدن لاير نيورونز اللي دا نسميها z1 z j الى حد z of p. القيم مالت الاوتبوت اللي راح نحصلها من الهيدن يونتس راح يصير لها برودكاستنج الى الاوتبوت يونتس، هذه السيجنالز راح تطلع منها له باتجاه y1 yk ym. نفس الكلام ينطبق على الاوتبوت اللي يطلع لي من الز جي، يصير لها برودكاستنج الى هذه اليونتس. نلاحظ انه عندي from z1 الى حد z p كل وحده من عندهم لها بايز، هذا v of 0 1، هذا V of 0J وهذا V of 0P. الانبوت للبايز هو واحد، ونفس الكلام اللي ذكرناه عند البايزز اللي راح تربط بالاوتبوت نيورونز، الويت اوف 01 الويت اوف 0K والويت اوف 0M، والانبوت لكل البايزز هو 1. هذا الكلام اللي راح نتحدث به من يجيني انبوت سيجنال راح تمشي فيد فورورد بهذا الاتجاه وصولا الى الاوتبوت. من نريد نسوي باك بروباجيشن، فكلمه باك بروباجيشن مقصوده انه السيجنالز اللي راح نحسبها هنا اللي هي الاسوشيتد ايرور، راح نطلع فت قيم للايرور، هذه السيجنالز راح تمشي بهذا الاتجاه، تمشي بهذا الاتجاه لحد ما تعدل لي الاوزان اللي موجوده ما بين الانبوت والهيد لاير. فاذا بالفيد فورورد نمشي باتجاه الانبوت الى الاوتبوت، في حين بالباك بروباجيشن نمشي من الاوتبوت باتجاه الانبوت. الفيد فورورد ياخذ لي الانبوت سيجنال اللي جايه داخل على هذه الوحدات، تدخل على كل نيورون يحسب النت من عندها، النت يخضع لاكتيفيشن فانكشن يطلع لي الاوتبوت، يسوي له برودكاستنج الى باقي النيورونز، سواء كان هذا النيورون او هذا او هذا. طيب من يصير برودكاستنج راح يوصل، توصل السيجنال الى الاوتبوت لاير، بالاوتبوت لاير ايضا نحسب النت لكل نيورون، نخضع الاكتيفيشن فانكشن نطلع من عند الاوتبوت. هنا العمليه اللي راح تصير قبل الباك بروباجيشن، نحسب كل على كل نيورون نحسب مقدار الاسوشيتد ايرور، من عند نطلع سيجنال نرجعها فيدباك، نرجعها عفوا باك بروباجيشن نسوي لها وليس فيدباك،
تمشي لي بهذا الاتجاه، ومن ثم من الهيدر لاير بهذا الاتجاه حتى تعدل لي الاوزان. نريد نتحدث على الالجوريثم. الحقيقة الالجوريثم راح يحكي لنا فقط على هيدر لاير واحدة اللي هي تمثل لي نموذج لشبكة عندها قابلية للعمل على تطبيقات جدا واسعة. هذا النموذج ممكن نعممه على أكثر من شبكة ببساطة. كل اللي يصير انه افترض انه عندي اكثر من هيدر، فاللي اطبق على هيدر لاير واحده ممكن نطبق على اكثر من هيدر لاير. مثل ما ذكرنا مسبقا، التريننج باستخدام الباك بروباجيشن ينضم الى 3 ستيجز، اللي هو الفيد فورورد للانبوت باترن، والباك بروباجيشن للاسوشيتد ايرور، والادجستمنت للويتس. يعني بمعنى اخر، انا لازم اهيئ مجموعه من التريننج فيكتورز او التريننج باترنز اللي تتضمن لي لكل انبوت باترن ايش قد مقدار تارجت. نوع الشبكات الباك بروباجيشن هو ليرنينج وذ ا تيشر، هو سوبرفايزد ليرنينج. هذا لان طالما لكل انبوت اكو عندي فالتارجت معين، اذا هو ليرنينج وذ ا تيشر، بمعنى اخر هو سوبرفايزد ليرنينج. خلال عملية الفيد فورورد فيز، كل وحدة من وحدات الانبوت راح تستلم الإشارة مالتها اللي جايتها من برا، وتسوي برودكاستنج لهذا السيجنال إلى الوحدات اللي موجودة بالهيدن يونتس، اللي هي شنو وحدات بالهيدن يونتس؟ Z1 Z2 Zj إلى حد Zp. بعدين كل وحدة من وحدات الهيدن يونتس تحسب الاكتيفيشن مالتها. شلون تحسب الاكتيفيشن؟ تحسب النت، ومن ثم تخضع الاكتيفيشن فانكشن وتدز الاشاره مالتها اللي هي قيمتها، لاحظوا هنا انا زد اوف جي زد سمول. شنو معناتها؟ معناتها هذه الاوتبوت فاليو، معناها قيمه الاكتيفيشن. فتدز الاشاره مالتها الى الاوتبوت يونتس. الاوتبوت يونتس اللي هي الواي كي راح تحسب لي قيمه الاكتيفيشن من خلال حساب النت واخضاع النت للاكتيفيشن فانكشن حتى تطلع لي قيمه الاكتيفيشن اللي هي الواي سمول واي اوف كي. هذه تمثل لي الريسبونس مالت النتورك لهذا الانبوت. هذا الكلام بدنا نحكي بالفيد فورورد. خلال عمليه التدريب، كل اوتبوت يونت راح تقارن لي القيمه اللي طلعت منها الكمبيوتد اكتيفيشن فاليو الواي كي ويا التارجت فاليو تي كي. فعندي معناها لهذا الانبوت اللي جاني داد الربع عليه اكو تارجت فاليو، نحسب الاوتبوت الفعلي، نحسب الاكتوال ريسبونس اللي هو الواي كي، وقارنه ويا التي كي حتى نحدد الاسوشيتد ايرور. اعتمادا على هذا الايرور فاكتور راح نطلع نسميه دلتا كي. لاحظوا هذه سمول دلتا، دلتا كي، والكي مقصود هنا هو اندكس لوحدات الاوتبوت اللي يبدي لي من واحد وعددهم ام وصولا للام. دلتا كي راح نستخدمها حتى نرجعها باك بروباجيشن حتى توزع لي هذا الايرور اللي شفناه بالاوتبوت، تعيده الى الوحدات اللي موجوده باللاير السابقه اللي هي اللي هي الهيدن لاير. الهيدن لاير اللي تحوي لي على وحدات هيدنز اللي تكون مربوطه مع الواي نيورونز. فاذا هذا الاسوشيتد ايرور بدنا نحسبه، نطلع من عنده فاكتور نسميه دلتا كي. دلتا كي راح يرجع لي سوري باك بروباجيشن باتجاه الهيدن لاير. هذا الدلتا كي ايضا راح يستخدم لاحقا حتى نحسب من خلاله مقدار التغير، مقدار الويت ايش قد راح يتغير. فراح نستخدمه لاحقا لغرض تحديث الاوزان بين الاوتبوت والهيدن لاير. بنفس الطريقه من توصل هذه القيمه الى الوحدات الهيدن، في نفس الوقت راح نستخدم حساباتنا لاستخراج قيمه اسمها دلتا اوف جي، وهذه الدلتا اوف جي هذا يمثل لي الايرور فاكتور اللي موجود بالوحدات الهيدن. وهنا جي تمثل لي اندكس لعدد وحدات الهيدن اللي يبدي لي من واحد وصولا الى البي. فلكل وحده من وحدات الهيدن نحسب قيمه دلتا اوف جي. ارجع اقول بالاوتبوت، لكل وحده من وحدات الاوتبوت احسب لي
ايرور فاكتور بنسميه دلتا اوف كي. هذا الدلتا اوف كي راح اقول راح كانه الشبكه راح تعيد الى الهيدن لايرز، توزع على النيورونز بالهيدن لايرز، وتقول اللي تبلغ كل النيورون بالهيدن لايرز يا نيورون يا فلاني يا هيدن، اني جاني ايرور نتيجه اكو مشكله يا اما بالاوزان اللي بين الهيدن وبين الاوتبوت، يا اما انه انت يا نيورون طلعت اوتبوت مو صحيح وانعكس على النتيجه التارجت وانطاني ايرور. فعدل حالك كانما هذا النيورون من خلال هذه القيمه دا يبلغ الهيدن نيورون انه عدل وضعك وعدل اوزانك، لان القيمه دا تطلع لي بها مشكله. فاذا كل اوتبوت نيورون يوجد قيمة دلتا اوف كي ويرجعها من خلال باك بروباجيشن الى النيورونز الموجودة بالهيدن لاير اللي مرتبطة به مباشرة. نفس الكلام احنا حسبنا الدلتا اوف جي لي خلينا نقول الايرور فاكتور موجود بالهيدن لاير على كل نيورون من هذه النيورونز. اذا كان عندي فقط هيدن لاير واحدة فالحقيقة الدلتا اوف جي هذا راح نستفاد من عنده بعملية واحدة اللي هي فقط تحديث الأوزان بين الانبوت وما بين الهيدن لاير، يعني ما راح نرجع هذا الدلتا اوف جي، ما نسوي له باك بروباجيشن الى الانبوت لاير. الانبوت لاير هي لاير تجيها سيجنال من برا وتسوي له برودكاستنج الى داخل الشبكة. فاللي يصير اذا كان عندي سنجل هيدن لاير او حتى إذا كان عندي مالتي هيدن لاير، الهيدن لاير الأولى اللي مرتبطة بالإنبوت من نفس الدلتا جي مالتها نستفاد منها فقط في عملية تحديث الأوزان ما بين الإنبوت وما بين الهيدن، وما نسوي لها باك بروباجيشن باتجاه الإنبوت يونتس. فالفائدة هنا بالدلتا كي الإيرور فاكتور ما بين الإنبوت والهيدن، الفائدة خلينا نقول جانب تتحقق لجانبين، الجانب الأول أحسب من خلاله قيمة التغيرات اللي حصير على الأوزان، والشيء الثاني أنا أعيده إلى اللاير الثانية نسوي باك بروباجيشن للاير السابقة. هذه اللاير السابقة المفروض على ضوءها تبدأ تعدل من حالها، تعدل من مخرجاتها، في حين أول هيد اللاير اللي هي مرتبطة مع الانبوت من أحسب قيمة الايرور فاكتور مالها هذا الدلتا جي، وظيفة هذا الدلتا جي استفاد منه فقط في تحديث الأوزان الخاصة ما بين الانبوت وما بين الهيدن لاير. بالفيز الثالث اللي هو الادجستمنت اوف ذا ويدز، بعد ما حسبنا كل الدلتا فاكتورز، بعد ما حددنا وحسبنا كل الدلتا فاكتورز الويت مال كل لايرز، راح نبدي بهاي اللحظة نضبطه بشكل يعني متتالي في آن واحد يعني أنا خلال عملية التدريب ما أعدل وزن مال اللاير وأنتقل لللاير اللي بعدها، لا، بعد ما أنتهي من حساب كل الدلتا فاكتور أباشر في تعديل كل الأوزان، وكل أوزان آنيا نعدلها دفعة واحدة. عملية تحديث الأوزان على سبيل المثال الويت أوف جي كي اللي يربط لي الوحدة جي بالأوتبوت يونت كي يعتمد الحقيقة على الدلتا اوف كي، هذا الويت اوف جي كي يعتمد على الدلتا اوف كي ويعتمد في نفس الوقت على قيمة الاوتبوت زت اوف جي. هذا الزت اوف جي مين جبته؟ هذا اجيبه من خلال الفيد فورورد فيز. بالفيد فورورد فيز حسبت الاوتبوت الاكتيفيشن على كل نيورون، فعندنا قيمتين اللي حستفاد من عندها حتى احسب من خلالها مقدار التعديل اللي راح اسويه على الويت اوف جي كي. القيمه الاولى اللي هي دلتا اوف كي اللي هي خاصه بالنيورون كي، والقيمه الثانيه زد اوف جي اللي هي الاكتيفيشن مالت النيورون جي بالهيدن لاير. عمليه الادجستمنت للاوزان في اي جي اللي هي بين الانبوت وبين الهيدن، بين الانبوت يونتس اكس اي والهيدن يونت زد جي، راح تعتمد لي مثل على غرار هذه، هذه اعتمدت على الدلتا كي والزد جي، هنا تعتمد على الدلتا جي والأوبن سيجنال اكس اي، هنا اعتمدت على الدلتا كي اللي هو الايرور فاكتور بالاوتبوت
والانبوت اللي جاي اللي هو زد اوف جي. احنا عادي من تعتمد الاوزان في اي جي تصحيحات عديلها، علي من يعتمد يعتمد على الايرور فاكتور دلتا جي اللي حسبناه بالهيدن نيورونز، والانبوت اللي جاي لهذا الهيدن اللي هو اكس اوف اي. المصطلحات اللي راح نستخدمها بالترينينج الجوريثم هي كالاتي: اكس سمول اكس طبعا داعشي تمثل لي الانبوت ترينينج فيكتور، بمعنى انه اكس مال تي ايش قد عدد وحدات الانبوت، المفروض الانبوت فيكتور يساوي لي الكومبوننتس مالته تساوي لي عدد وحدات الانبوتس، او الحقيقه هي العكس انه انا عندي عدد وحدات الانبوتس لازم تساوي لي عدد الكومبوننتس مالت الانبوت فيكتور. وممكن هذه اتخيلها كل واحد من هذه يمثل لي فد فاريبل معين اكس 1 اكس اي لحد الاكس ان. التي هو التارجت اوتبوت اللي هو ايضا ممكن يكون فيكتور مكون من تي 1 تي اي الى حد التي اوف ام، عدد النيورونز بالاوتبوت لاير مالتنا. الدلتا اوف كي اي سمول دلتا كي يمثل لي البورشن اوف ايرور كوركشن ويت ادجستمنت، فهو المقدار اللي حستخدمه لتعديل الاوزان بين الوحدات الهيدن والاوتبوت الويت اوف جي كي الناتج من الايرور اللي يطلع لي بالواي اوف كي. معناها انا لازم اشوف قد الايرور اللي يطلع بالواي اوف كي واحسب من خلال قيمه الدلتا اوف كي، هذه القيمه راح حعاملها لغرض تعديل الاوزان، وفي نفس الوقت لازم اسوي لها باك بروباجيشن باتجاه الواي. دلتا اوف جي هو البورشن اوف ايرور كوركشن ويت ادجستمنت، هو المعامل اللي راني حستخدمه حتى اعدل بيه الاوزان في اي جي نتيجه الباك بروباجيشن للايرور اللي جاني من حسابي للقيمه اللي طالعت لي بالهيدن يونتس. الالفا يمثل لي الليرنينج ريت، وقلنا قيم الليرنينج ريت greater than 0 less than equal 1 ما ننساها. الاكس اوف اي شوفوا لاحظوا كابيتال لتر هي الانبوت يونت اي، هنا الاكس انبوت فيكتور الاكس انبوت سمول لتر فالسيجنال نحطها سمول، في حين من اتحدث على يونتات احطها كابيتال لتر، هذا الاكس اوف اي كابيتال، هذا الزد اوف جي كابيتال، هذا الواي اوف كي كابيتال، فهذا المقصود به اليونت كي بالاوتبوت، هذا المقصود به اليونت جي بالهيدن، وهذا المقصود به اليونت اي بالانبوت لاير. القيم الاخرى اللي عندي الفي اوف 0 جي اللي هو البايس بين الهيدن العفو اللي هو البايس مالت الهيدن يونت زد اوف جي، ومثل ما قلنا زد اوف جي هي الهيدن يونت جي. هذه الهيدن يونت شلون احسب الاكتيفيشن مالها؟ خطوات اللي احسب بها الاكتيفيشن، اول شيء لازم احسب النيت لها، فالنيت لها زد اوف جي راح نسميه زد ان اوف جي، النيت راح نسميه زد ان اوف جي، ويساوي لي قيمه البايس زائد السميشن اللي حاصل ضرب الويت انبوت اللي هو الويت في الانبوت سيجنال، الويت ما بين الانبوت والهيدن في اي جي في الانبوت سيجنال اكس اوف اي. الاوتبوت سيجنال اللي هي الاكتيفيشن مال اليونت زد اوف جي اللي راح نسميها سمول زد جي، شو تساوي لي السيجنال الاكتيفيشن الاوتبوت مالت الهيدن يساوي اف اوف زد ان جي، الاف اوف مالت النت مال هذا اليونت. الويت اوف 0 كي اللي هو البايس مالت الاوتبوت يونت كي، شلون نحسب الاوتبوت واي كي؟ نفس الطريقه، اول شيء نجي نحسب النت، من بعدها النت يحسب كالاتي: واي ان اوف كي يساوي للبايس زائد السميشن مال ويتد انبوت، هذا الويت في الانبوت، الانبوت اللي هو قيمه الزد اوف جي اللي هو الاوتبوت مالت الهيدن يونتس، يمثل لي انبوت للاوتبوت النيورونز. من عندي حسبت النت، هذا النت اخضع للاكتيفيشن فانكشن واي كي يساوي اف اوف واي ان كي اللي هو هذا اف اوف النت، فعندها نطلع قيمه الاوتبوت مال النيورون كي، هذه الاوتبوت سيجنال شوفوها سمول لتر. ننتقل الى موضوع الاكتيفيشن فانكشن. شنو هي الاكتيفيشن فانكشن اللي راح نستخدمها بالهيد لاير وبالاوتبوت لاير؟
الحقيقة بالباك بروباجيشن المفروض الاكتيفيشن فانكشن يستخدمها بها بعض الميزات اللي تعتبر جدا مهمة. من هذه الميزات انه هي تكون continuous, differentiable, non-decreasing. من أقول continuous function معناه ما بها تقطعات, differentiable قابلة للاشتقاق, non-decreasing بما معناه من اشتقها مو راح يصير عندي بها قيم تناقصية وبعدين تتلاشى. أضف إلى ذلك أنه أريد مشتقتها تكون سهلة الحساب, الدريفيتيف مالها لازم تكون easy to compute. واحدة من أهم أنواع الاكتيفيشن فانكشن اللي ممكن أن تستخدم في هذا المجال هي الباينري سيجمويد فانكشن, اللي الرينج مالها مثل ما عرفها قيمتها بين 0 وال 1, اللي بيها على سبيل المثال f1 of x equal 1 over 1 plus e to minus x. الاكس هنا تمثل لي قيمة النت, الاكس هنا وهنا تمثل لي قيمة النت. فهذا كأنما دا أقول القيمة مالت الاكتيفيشن مال النيورون يساوي لي f of net, والf of net يساوي لي 1 over 1 plus e to minus net. الدريفيتيف مالها شو تكون هذه الباينري سيجمويد فانكشن؟ مشتقتها f prime of x يساوي لي القيمة مال f1 of x مضروبة في 1 minus f1 of x, وهذه سبق أن أخذناها في محاضراتنا الأولى بمادة النيورال نتوركس. مشتقة هذه الفانكشن لاحظوا ايش قد سهلة الحساب. يعني إذا حسبت قيمة الاكتيفيشن, إذا حسبت قيمة f of x, فالمشتقة مالتها هي القيمة اللي حسبناها مضروبة في 1 minus f of x, هي f of x في 1 minus f of x. عندنا اكتيفيشن فانكشن أخرى اللي هي البايبولار سيجمويد, أو نسميها سيمتركال سيجمويد, اللي قيمها تكون محصورة بين minus 1 و 1. إذا نذكر قلنا سيمتركال سيجمويد شلون نحصل عليها؟ من خلال إنه أسوي سكيلينج للباينري سيجمويد فانكشن, أضربها في 2 وبعدين أسوي له شيفتنج بمقدار 1 للأسفل. فكأنما ضربت الفانكشن مالت الباينري سيجمويد في 2 minus 1, فالf2 of x equal 2 over 1 plus e to minus x minus 1. هذه مشتقتها f prime مالها ساوي لنصف 1 plus f of x مضروبة في 1 minus f of x. وارجع اقول ترى x هنا يمثل لي النت مال النيورون المعني ده نحسب الاكتيفيشن فانكشن مالته. فاذا اتحدث هنا اقول قيمة الاكتيفيشن مال النيورون الاوتبوت مال النيورون يساوي لي 2 على 1 بلس اي تو ماينس النت مال هذاك النيورون ماينس 1. والدريفيتيف مالته نشوف شلون ايزي تو كومبيوت, هي نصف في 1 بلس اف اوف اكس اللي احنا حسبناها مضروبة في 1 minus f of x. بالمناسبة البايبولار سيجمويد فانكشن أو سيمتركال سيجمويد فانكشن هي كلش قريبة من الهايبربوليك تانجنت فانكشن, هي التانش. أن التانش of x ساوي e to x minus e to minus x على e to x زائد e to minus x, وسبق أن رسمناها وشفنا الفرق بيناتهم أكو بالسلوب مالتهم تقريبا. هذه الدريفيتيف مالها نذكرها هي 1 minus tanh square, 1 minus tanh square. وهذه الحقيقة لو أجي أضرب هذه القوسين في بعضها حصل عندي 1 minus f2 square. هذه من أضرب القوسين في بعضها صار عندي 1 minus f2 square, طبعا مضروبة في نصف. نرجع للترينينج الجوريثم. خطوات الترينينج الجوريثم أسوة بأي ترينينج الجوريثم, أول ستيب نبديها, أول ستيب إنه نسوي initialization للأوزان والبايس مالتنا. هنا أنا راح نخلي small random values في أول خطوة لنا, أفترض قيم أولية بسيطة, ونحاول جهد الإمكان القيم اللي نخليها تكون ضمن حدود الانبوت target, الانبوت training vectors. أشوف الانبوت ايش قد الحدود القيم مالته, احاول اخلي قيم بسيطه راندوملي ما تتجاوز. يعني مو اخلي الانبوت عندي جايه قيمته محصوره بين خلينا نقول x1 و x2 على سبيل المثال,
وأنا أخلفها قيمة جدا بعيدة عنهم بالأوزان مالتنا. فنحاول نختار small random values وبالغالب تكون ضمن الرينج مالت الانبوت تريننج فاكتور. راح نجي for each training pair. شنو هو البير هنا؟ التريننج بير المقصود به الاكس، القيم مالت الانبوت فاكتور اللي راح تدخل عليها الوحدات اكس اللي نحن نسميه سامبل اس، والتارجت فاكتور اللي هو تي. فالتريننج بير القيم الانبوت فاكتور راح يدخل على وحدات اكس وقيم التارجت لهذا الفاكتور. فنجيب التريننج الجوريثم. اول خطوه نبدأ بها بالفيد فورورد لهذا الفيز الاول او الستيج الاول. قلنا لكل انبوت يونت اكس اي وعدد الانبوت يونتس من واحد الى ان راح تستلم اشاره، هذه الاشاره قيمتها اكس اوف اي. هذه الاشاره ما عندنا هنا كومبيوتيشن بالوحدات مالت الانبوت، مباشره نسوي البرودكاستنج الى اللاير اللي بعدها. اللاير اللي بعدها ممثله بالهيدن النيورونز الموجودة باللاير الأولى. نجي من وصلت هذه الإشارات إلى الهيدن النيورونز بالهيدن لاير، فعندنا كل هيدن النيورون Z of J، وافترضنا أنه عدد النيورونز بالهيدن لاير هو P، ففور J من كل 1 إلى P، كل واحدة من هذه الوحدات تجمع النيت مالتها، النيت اللي هو سميشن مال ويتد انبوت سيجنال زائد البايس مالها طبعا. فعندنا Zn of J اللي هو النت مال الوحدة J equal قيمة البايز ال V of OJ plus summation مال weighted input اللي جايها. شنو weighted input اللي جايها؟ حاصل ضرب الويت في الانبوت سيجنال. الخطوة اللي تلي نحسب الاكتيفيشن فانكشن حتى نطلع قيمة ال Z of J. فال Z of J يساوي F of Zn J. هذه القيمة اللي هي في هذه اللحظه تمثل لي الاوتبوت مالت الهيدن لاير راح تصبح انبوت لللاير التاليه، اللاير التاليه اللي هي الاوتبوت لاير عندنا في مثالنا. فعندنا كل سيجنال زد اوف جي راح يسوي برودكاستنج الى اللاير اللي بعدها اللي هي الاوتبوت لاير اللي بيها ممثل الاوتبوت النيورونز مالتنا. الخطوه اللي تلي انه عندي كل اوتبوت يونت، والاوتبوت يونتس هنا واي كي، الاندكس هنا كي من واحد الى ام، يجمع لي النت مالته اللي هو السم مال الويتد انبوت سيجنال مالها. فادي الواي ان اوف كي بما معناه انه النت مال نيورون كي يساوي لي قيمه البايز مالته اللي هي الويت اوف 0 كي بلس سميشن مال الويتد انبوت. شنو الويتد انبوت اللي حاصل ضرب الويت ما بين الهيدن والاوتبوت اللي هي الويت اوف جي كي في الانبوت سيجنال اللي جايه من الاوتبوت لاير اللي هو Z of J. From J equal 1 الى P اللي يعني عدد النيورونز عندي بالهيد لاير P. Summation from J equal 1 الى P Z of J في الويت اوف J K. بعد ما حسبت النت لكل النيورون اجي اطلع قيمة الاكتيفيشن مال كل النيورون بالاوتبوت لاير مالتنا. قيمة الاكتيفيشن Y K الاوتبوت مال النيورون K يساوي لي الاف اوف النت مالته، الاف اوف واي ان اوف كي. نحن كملنا الفيز مال الفيد فورورد. ننتقل هسه للباك بروبجيشن اوف ايرور. شلون نسوي نطلع من الايرور في السيجنال؟ نسوي لها باك بروبجيشن حتى ترجع لي من الاوتبوت باتجاه الهيدن وبعدين من الهيدن باتجاه الانبوت. فعندنا ايتش اوتبوت يونت لكل وحده من الوحدات اللي بالاوتبوت اللي مثل ما عرفنا انه هي y of k والk from 1 الى m، y of k والk من 1 الى m، راح تشوف التارجت مالتها. كل واحدة من وحدات الاوتبوت راح تكون قيمة التارجت مالتها قد وصلتها استلمتها. طبعا يا تارجت هذا التارجت اللي يعتمد على الانبوت فاكتور اللي دخل على وحدات الانبوت، يعني لهذا الانبوت قلنا هذا التارجت. فكأنما فور اذا كان الانبوت اسمه p1 او x، فعندي target يعني x of pattern 1، فعندي target of pattern 1 ايضا تكون موجودة هنا. نجي شو نسوي لهذا التارجت؟ نجي نحسب قيمة نسميها delta of k. هذا الفاكتور نسميه الايرور فاكتور، delta of k يساوي لي مقدار الايرور. والايرور شلون نحسبه؟ اللي هو التارجت ناقصا الاوتبوت.
target value ناقص الـ actual response اللي هو الـ output، فـ d of k minus y of k مضروب في الـ derivative في مشتقة الـ f prime of y in k، مضروبة في مشتقة الـ output مالتنا، وهذا هذا الـ y of k يساوي الـ output، فهذه الـ derivative مالت الـ output. إذن delta of k يساوي لي مقدار الإرار، والإرار هنا أنا هو d of k ناقص y of k مضروب في derivative مالت الاوتبوت f prime y n of k. الخطوة اللي تلي راح نقوم بهذه العملية، نجهز بعض البيانات بس ما نحدث الأوزان. calculate its weight correction term، نجي نحسب شهد مقدار delta weight of j k. عملية التحديث ما راح تجري حاليا، فقط نحسبها ونجهزها بعد ما نخلص حساباتنا لقيمة هذا الايرور فاكتور مال كل اللايرز، وراها يلا ونحسب قيمة دلتا الأوزان كليتها. الخطوة الفيز الأخير الستيج الأخيرة هي عملية تحديث الأوزان. فنجي نقول الدلتا ويت اوف جي كي شي يساوي لي الليرنينج ريت ألفا في قيمة الدلتا كي، هذه الدلتا كي في الزت اوف جي. شنو هذا الزت اوف جي؟ هذا الأوتبوت اللي حصلناه من الهيدن يونتس. فنجي اذا اريد مثلا الدلتا ويت 1 مقصود بالوان الاولى هنا أنا من اي نيورون بالهيدن لاير جايني، والوان الثاني اللي نحكي عنها اللي هو رايحت لي الى النيورون بالاوتبوت لاير اللي هو رقم 1. فالويت اوف جي كي المقصود به الويت اللي يرتبط بين اليونت جي بالهيدن لاير واليونت كي بالاوتبوت لاير، يساوي لي دلتا الويت اوف جي كي يساوي الفا في دلتا كي، هاي سمول دلتا كي مضروب في الزت اوف جي. نرجع بعدها نحسب البايس كوركشن، نحسب مقدار التعديل اللي المفروض يجري على قيمة البايس. التعديل اللي يجري على قيمة البايس الحقيقة هو نفس هذا الاكويجن، بس قيمة الزت اوف جي الانبوت للبايس هو واحد، فراح يصير عندي دلتا الويت اوف زيرو كي يساوي لي الفا في الدلتا اوف كي. هذه القيمة بعد ما حسبنا قيم الدلتا مالها، هذه القيمة بعد ما حسبنا من خلالها قيم دلتا الأوزان والبايس، راح نسوي لها باك بروباجيشن باتجاه الهيدن يونس. فعندنا ندز الواي ندز دلتا اوف كي الى اليونس باللاير البلو، اليونس باللاير البلو هي شنو؟ هي الهيدن يونس. بعد ما توصل الدلتا اوف كي الى الهيدن يونتس، فراح نجي على كل وحده من وحدات الزت اوف جي بالهيدن يونت، مثل ما نذكر جي من واحد الى بي، تجمع قيم دلتا الانبوت مالها من اللاير اللي بعدها، اللاير بعدها اللي هي الاوتبوت لاير احنا في مثالنا هذا. شلون تجمع قيم الدلتا؟ الدلتا من تجي تمر من، خلينا نفترض هذا الاوتبوت نيورون هنا عندي، وده يرجع لي قيمة الدلتا إلى هذا النيورون. هذا اللينك بين الأوتبوت وبين الهيدن نيورون يحوي لي على ويت، مقداره ويت أوف جي كي. قيمة الدلتا اللي راح ترجع يسويها باك بروباجيشن من الأوتبوت إلى الهيدن راح تمر على هذا اللينك، راح تنضرب في الويت. فإذا خلينا نحسب مقدار الصمة الدلتات لكل نيورون بالهيدن، نسميه دلتا ان جي. هذا شيء يساوي لي يساوي سميشن، ايش قد عدد النيورونز بالاوتبوت؟ عدي كل نيورون بالاوتبوت حيرجع لي قيمه الدلتا مالته من ترجع تمر على اللينك اللي موجود بين الاوتبوت والهيدن فتنظر في الويت مالته. فاذا فروم كي ايكوال 1 الى ام بقدر عدد النيورونز الموجوده بالاوتبوت، دلتا اوف كي اللي حسبناها لكل وحده من وحدات الاوتبوت مضروبه في الوزن اللي موجود على اللينك ما بين الهيدن يونت اللي راحت له دا احسب قيمة الدلتا لها وللنيورون كي. بمعنى اخر انا عندي كل نيورون بالهيدن لاير راح يحاول يجمع الايرور اللي سببه واللي دزه الى الاوتبوت يونت. كل واحدة من وحدات الاوتبوت يونت بعد ما تحسب الايرور مالها ترجعها الى كل واحدة من وحدات الهيدن يونت. فاي واحدة من وحدات الهيدن يونت تحاول تلملم هذا الايرور وتضربه بالويت مالتها حتى تصلح حالها. بعد ما حسبت الدلتا ان لكل النيورونز اللي بالهيدن لاير
نحاول نحسب قيمة الدلتا أوف جي. دلتا أوف جي شو تساوي لي؟ تساوي لي هذا الحقيقة أنا جمعت هنا سمة لكل الإرار، تساوي لي مقدار السمة لكل الإرار في الدريفيتيف مال قيمة الزد أوف جي. هذا المقدار الأف برايم زد إن جي هو مشتقة الزد أوف جي. فإذا دلتا أوف جي تساوي لي قيمة السمة للدلتا هذا دلتا إن أوف جي مضروب في الدريفيتيف مال زد إن جي. هذه القيمة على غرار ما الاستخدام اللي استخدمناه ب الاوتبوت والهيدن لاير، ما بين الاوتبوت والهيدن لاير راح نستخدمها حتى نحسب قيمة دلتا الاوزان ما بين الانبوت وما بين الهيدن لاير. بالدلتا كي، دلتا كي استفادينا من تحسبنا قيمة دلتا الاوزان بين الهيدن والاوتبوت، هنا راح نحسب قيمة دلتا الاوزان ما بين الهيدن والانبوت لاير. فالخطوة اللي تلي كالكوليت الويت كوركشن تيرم باستخدام طبعا هنا ايضا عمليه تحديث على الاوزان راح تجري لاحقا، بس نهيئ قيمه الدلتا. فعندي الدلتا اوف اني ويت في اي جي المقصود به هنا بين الانبوت يونت اي والهيدن نيورون جي يساوي لي الفا في الدلتا اوف جي في الانبوت سيجنال اكس اي. اذا نذكر من كنا نحسب الدلتا الويت اوف اي جي، الدلتا الويت عفوا كنا نحسب قيمة دلتا الويت اوف جي كي، قلنا يساوي لي الفا مثل هذه في الدلتا اوف كي في الاكس اوف جي في الزد اوف جي. قبل شوي بدنا نحسب دلتا الويت اوف جي كي، قلنا يساوي لي دلتا الويت اوف جي كي يساوي لي الفا في الدلتا اوف كي مضروب في الزد اوف جي. زد اوف جي كانت مثل الانبوت، هنا دلتا اوف في اي جي اللي هي ما بين الانبوت وما بين الهيدن يونت، اذا تساوي لي الفا في الايرور فاكتور دلتا جي مفروض في الانبوت سيجنال اكس اوف اي. والبايز نفس العمليه، دلتا في اوف زيرو جي يساوي لي الفا في الدلتا اوف جي باعتبار الانبوت له مقداره واحد. لهنا هذا الفيز الثاني يكون انجز. الفيز الثالث هي عملية تحديث الأوزان والبايس. فرح نجي على كل واحدة من وحدات الأوتبوت بالكامل ووحدات الهيدن، رح نحاول نحدث أوزانها. وحدات الأوتبوت شو تصير عندي؟ الويت أوف جي كي نيو يساوي الويت أوف جي كي أولد زائد قيمة الدلتا اللي حسبناها قبل شوية نتيجة دخول هذا الباتر اللي هي تساوي الدلتا أوف ويت جي كي. وكذلك الحال بالنسبة لوحدات الهيدن، لازم أيضا نحسب الأوزان الجديدة على أثر دخول هذا الترينج فكتر وتأثيره على الشبكة. فنقول V of I J new يساوي V of I J old زائدا قيمة دلتا V of I J. واضح هذه العملية؟ طبعا الأوزان اللي نتحدث عنها إحنا على هذه من حسبناها استخدمنا بها قيمة حتى حسب قيمة الدلتا، استخدمنا بها قيمة الدلتا أوف كي في حين هنا استخدمنا قيمة الدلتا أوف جي من خلال حسابنا لها. نجي نقدر شلون نختار الانيشال ويس والبايس مالتنا. أنا علقت عليها الحقيقة قبل شوية، بس يقول عندنا فطريقة عامة ممكن أن نسوي initialization للأوزان والبايز مالتنا اللي هي نختار random values between minus 0.5 و 0.5 أو between minus 1 و 1 أو أني suitable interval. ومن أقول suitable interval اللي هنا الانترفال اللي نحكي عنها تعتمد على حدود القيم اللي موجودة عندي بالانبوت بالtraining input vectors، إيش قد القيم المين والماكس أني يفترض أختار منها الراندوم values اللي نتحدث عنها. هذه الطريقة تعيننا في اختيار أوزان أولية، بس هل هي الطريقة المثلى؟ بالحقيقة هذه الطريقة قد نصيب بها في عملية الترينينج ونحصل منها على أوتبوت مناسب، واحتمال الترينينج الجوريثم مالتي ياخذ مشوار كلش طويل حتى يحصل على نتائج زينة، وأحيانا قد تكون نتائج مو بالمستوى اللي احنا نطمح له. فعندنا
نغوين ويدرو عملوا على تحديث الأوزان الأولية، تعديل الأوزان الأولية بطريقة تسهل لي من عملية التدريب وتسرع لي من الألغوريثم التدريب وتحاول أيضا توصلنا إلى نتائج جيدة. فنغوين أند ويدرو عملوا على initialization للأوزان الأولية من خلال إجراء modification على هذه الأوزان، يسوون modification على هذه الأوزان ويبدون من عندها، ينطلقون من عندها في عملية التدريب. فبما معنى الأوزان اللي راح وضعوها هما نغوين أند ويدرو هي ليست الأوزان النهائية، وإنما هي re-initialization للأوزان الأولية اللي ينطلق من عند الألغوريتم لأغراض التدريب. فالحقيقة بدنا نحكي عن simple modification على الكومن random ويس اللي سبقا اختاريناها، راح نستعرض هنا. فعندنا اللي يصير بها الويت ما بين الهيدن يونت والأوتبوت يونتس وكذلك البايز مالتهم، هذه راح يبقى الانيشاليزيشن مالها مثل ما اختارينا هنا له. small random values between minus 0.5 or 0.5. هذه ما راح نتحرش بها، راح تبقى كما هي. في حين الاوزان ما بين الانبوت والهيدن او الهيدن والهيدن هي الاوزان اللي راح نجري عليها ري انيشاليزيشن، نسوي عليها او نسوي موديفيكيشن. فعندنا حتى نسوي initialization جديد للويتس بين الانبوت وبين الهيدن بطريقه نحسن من عندها القابليه مال الالغوريثم مالتنا الالغوريثم مال التريننج. فخلينا نتعرف على بعض الامور، نعرف بعض الامور حتى من خلالها نشوف الموديفيكيشن شلون حيصير. اذا كان ان يمثل لي number of input units والبي هو النمبر مال الهيدن يونتس، وعندنا فت فاكتور نسميه سكيل فاكتور نسميه بيتا، بيتا تساوي لي 0.7 بي جذر ان، بي نمبر اوف هيدن يونتس جذر ان اللي هو نمبر اوف انبوت يونت. اذا بيتا تساوي 0.7 في بي اس 1 على ان. الخطوه تتضمن الفولوينج ستيبس، لكل هيدن يونتس جاي يعني عندي الهيدن يونتس من 1 الى بي، فنجي على كل هيدن يونتس ايش راح نسوي؟ نقول initialize its weight vector اللي جايين منين؟ من الانبوت يونتس. فنجي b of i j old نقول يساوي لي random number بين 0.5 و 0.5 او بين قيمتين نسميها minus gamma و gamma. So double values قلنا between minus gamma و gamma. فهذا الانيشاليز الاولي، انه انا راح اجي اسوي قيم اوليه للاوزان بين الانبوت والهيدن. هذه القيم ممكن تكون between minus 0.5 و 0.5 او between any two suitable values minus gamma و gamma. نجي نحسب يقول compute the Euclidean norm length of vector vj. نجي نحسب norm length، norm او length مال الفكتور vj شي يساوي لي. هنسميه norm of j vj old يساوي لي v1 of j old square زائد v2 of j old square وهكذا الى حد vn of j old square. شنو هي القيمه؟ هذه القيمه المرتبطه ما بين اول ندرج الوزن المرتبط ما بين اول input unit والنيورون j، ناخذ الرباعها زائدا القيمه مال ثاني ويت مرتبط بهذا النيورون j ايضا نربعها زائدا نستمر بها لحد ما نوصل للقيمة مال آخر أنبوت N اللي مرتبط بالنيورون جي أيضا نربعها. فعندي شكو أوزان مرتبطة بالنيورون جي نربعها ونجمعها ونجذرها تطلع لي القيمة مال النورم أو length vector مال V of J. عملية re-initialization للويت ايش حصير عندنا؟ راح نقول هذه الأوزان الأولية اللي احنا اختارينها between minus 0.5 0.5 بالبداية حنعدل عليها شوية حتى نقدر نعتمدها حتى نبدي بعملية الترينينج مالتنا.
وراح أقول الـ V of IJ تساوي لي بيتا اللي حسبناها قبل شوية اللي قلنا تساوي 0.7 في P أس 1 على N مضروبة في قيمة الوزن اللي افترضناها هنا بالبداية مقسومة على النورم. كان لما دا أسوي normalization كل الأوزان على النورم مالها وأضربها في بيتا فالـ V of IJ يساوي لي بيتا الـ V of IJ old اللي احنا افترضناها هنا مقسوم على قيمة النورم VJ مقسوم على length مال الفكتر VJ. البايز شلون الحسبة؟ هنقول الـ V of 0J رح ياخد لي random value بين minus beta و beta between minus beta و beta. الحقيقة التحليل مال جوين ودرو اعتمد بالاساس الاكتيفيشن فانكشن اللي هي تان شوفاكس اللي ينطلق من عندها حتى يضع هذه الرولز مالتنا. بعد ان نكون اكملنا عملية تدريب الشبكة وتأكدنا من صلاحيتها من نريد نستخدمها فأدنا الابليكيشن بروسيجر الحقيقة عملية كل سهلة اللي حيصير عندنا يجينا اني انبوت فاكتور. الانبوت فاكتور طبعا راح يجي هنا فقط انبوت سيجنال ما له علاقة بالتريننج فراح تدخل على وحدات الانبوت فكل قيمة من وحدات الانبوت راح تاخذ القيمة المناظرة لها من الانبوت فاكتور اكس. الاسلوب اللي حنستخدمه اجي على الهيدن نيورونز اطلع النيت مالته ومثل ما نعرف النيت مال كل هيدن نيورون جي يساوي لي قيمة البايز مالته زائد سميشن مالت الويتد انبوت ومن بعدها اطلع قيمة الاكتيفيشن مالته زيت اوف جي اللي يساوي الاف اوف النيت مالته. الخطوة اللي تالي هذا الاوتبوت اللي راح يطلع لي هذه القيمة الاوتبوت اللي راح تطلع لي تعتبر انبوت للاير 4 اللي هي الاوتبوت لاير وراح اجي على كل النيورون بالاوتبوت لاير احسب النيت مالته وقيمة النيت مال النيورون كي الواي ان اوف كي تساوي لي قيمة البايز زائد السميشن مال الويتد انبوت مالته. اخضع القيمة واي كي للاكتيفيشن فانكشن حتى احصل على الاوتبوت النهائي. خلص هذا هو الابلكيشن بروسيجر تدخل انبوت سيجنال ونحصل معناتها على الاوتبوت معناها الفيز قد ايش طلع عندنا هو حصرا فقط الفيد فورورد فيز ما عندي باك بروباجيشن ما عندي حساب للايرور ما عندي تحديث على الاوزان. هذا ابلكيشن خلاص النتورك مالتي اصبحت جاهزه للاستخدام ودا اطبق عليها فد بروبلم معين حتى تحل اياها فاخذ الانبوت يدخل عندنا على الهيدن احسب النت اللي كل النيورون موجود بيه واطلع الاكتيفيشن الاوتبوت من الهيدن يصير انبوت للاير بعده احسب النت على كل نيورون بالاوتبوت واطلع الاكتيفيشن مال هذاك النيورون. عدا الاوتبوت يمثل لي هو الاوتبوت مال النتورك مالتنا. حتى نفهم الامور بشكل اوضح عندنا مثال احنا هنا. بهذا المثال مطلوب ان نوجد النيو ويتس وين النت الستريتد بالفيجر جهة انبوت مقداره ماينس 1 ب 1 والتارجت مال هذا الانبوت هو 1. فمن الاحظ الانبوت عندي 2 كومبوننتس معناها النتورك مالتي تحويلي فقط على 2 نيورونز بالانبوت ولاحظ التارجت ب سنجل كومبوننت سنجل فاليو معناها عندي سنجل نيورون بالاوت يبقى عندي ايش قد عندنا بالهيدن ايش قد النمبر اوف هيدن هذه تعطى بالسؤال فقايل لي يوز ليرنينج ريت اوف هذه الفا تساوي 0.25 واستخدم باي بولر سيجمويد اكتيفيشن فانكشن. نفترض هنا وهنا الاكتيفيشن فانكشن هي باي بولر هل شرط ان تكون عندي الاكتيفيشن فانكشن موجوده بالاوتبوت لاير مساويه للاكتيفيشن فانكشن موجوده بالهيدن لاير؟ لا بس في هذا المثال افترض انه الاكتيفيشن فانكشن راح نستخدمها هنا هي البايبولر سيجمويد فانكشن او اسيمتريكال سيجمويد فانكشن. هذه النتورك اللي معطى ان هذه قيم هذا البايز الى Z1 قيمة البايز 0.4 هذا البايز الى Z2 قيمته 0.6 وهذا البايز الى الاوتبوت يونت اللي هو قيمته ماينس 0.3 وهذه البقيه هي الاوزان اللي موجوده عندنا هنا اللي هي ال V of اي جي وهذه الاوزان الموجوده هنا اللي هي ال في اوف جي عفوا اللي هي الويت اوف جي كي. طريقه الحل مالتنا راح تبدي ناخذ هذا الانبوت فيكتور ماينس 1 ب 1 اخلي هنا قيمه ماينس 1 وهنا
هذه الماينس 1 هنا اخليها والوان هنا اخليها واحسب النيت على زد 1. النيت على زد 1 مين راح يجينا؟ من حاصل ضرب هذه الاشاره في هذا الويت زائدا هذه الاشاره في هذا الويت. طلع لي النيت نفس العمليه احسب النيت هنا أنا. اقول هذا السيجنال في هذا الويت بلس هذا السيجنال في هذا الويت طبعا زائد البايز لا ننسى زائدا البايز. طلع لي النيت هنا طلع النيت هنا احسب الاكتيفيشن زد 1 وزد 2 قيمة الاوتبوت اللي راح يطلع لي من حسابي للزد 1 اضربه في البوينت 5 وقيمة الزد 2 اضربه في البوينت 1 اجمعهم واجمع وياهم البايز هذا حتى يطلع لي الواي ان. الواي ان اخضع الاكتيفيشن فانكشن حتى احصل من عنده على الواي الواي كي اللي هو الاوتبوت مالت النيورون واي. هذا يمثل لي الفيد فورورد فيز. فخلينا نشوف الحل شلون حيصير. فعندي بالفيد فورورد راح اجي اقول احسب النيت على كل النيورون ومثل ما قلنا النيت لكل نيورون هو حاصل جمع البايز زائد السميشن مال ويتد انبوت. فعندي قيمه البايز مال اول نيورون 0.4 وقيمه الاكس 1 هي ماينس 1 مضروبه في الويت اللي يرتبط بين اليونت 1 والنيورون 1 اللي هو مقداره 0.7 زائده قيمه الانبوت سيجنال اكس 2 في الويت اوف 2 1. هذا المقدار يطلع لي ماينس 0.5. نفس العمليه احسب الزد ان 2 قيمه البايس مال زد ان 2 هو 0.6 بلس اكس 1 في الويت اوف 2 1 بلس اكس 2 في الويت اوف 2 2 وتساوي لي هذا المقدار. نجي نطلع قيمة الاكتيفيشن من خلال العلاقة زد جي يساوي الاف اوف زد ان جي. فعندي دا يقول الاكتيفيشن فانكشن مطينيها بالمثال هي بايبولار سيجمويد. اذا الاكتيفيشن فانكشن اللي راح اطبقها هي ما يتعلق بالبايبولار سيجمويد اللي هي الاف اوف زد ان يساوي لي 2 اوفر 1 بلس اي 2 ماينس زد ان اوف جي ماينس 1. فمن اجي احسبها اطبقها اخذ هذا النت اخليه هنا أنا. واخذ هذا النت مره ثانيه واخليه هنا حتى احسب قيمه الزد 1 والزد 2 طلعت لي القيم مال زد 1 هذا المقدار والقيمه مال زد 2 هذا المقدار. هسه هذا الزد 1 والزد 2 حيكون انبوت لللاير اللي بعده اللي هو الاوتبوت لاير. راح نجي نحسب قيمه النت لنيورون كي اللي يساوي لي مقدار البايز زائدا السميشن مال ويتد انبوت. انا عندي سنجل نيورون بالاوتبوت فاذا الواي ان مالته راح يساوي لي قيمه البايز زائدا هذه القيمه مال زد 1 مضروبه في الويت اللي موجود بين زد 1 وبين الاوتبوت نيورون اللي مقدار 0.5 زائدا القيمه مال زد 2 في الويت المضروب الموجود ما بين اللينك ما بين اليونت زد 2 والاوتبوت يونت. حسبنا النت طلع لي 0.365 الواي يساوي الاف اوف واي ان. وهنطبق ايضا الاكتيفيشن فانكشن قلنا التو لايرز تستخدم السيمتريكال او البايبولار سيجمويد فانكشن يطلع لي عندها قيمه الاف اوف ماينس 0.365 هذه ماينس 0.365 يساوي لي هذا المقدار. نبدي هسه بالخطوات اللي تمثل لي الباك بروبوجيشن للايرور. قلنا الباك بروبوجيشن للايرور دلتا اوف كي يساوي لي التارجت الفعلي اللي احنا اخذناه بالمثال نعطينا قيمته ماينس الاوتبوت الفعلي اللي هو هذا مضروب في الدريفيتيف مال الاوتبوت. فعندها من اجي اعوض بالقيم الدلتا اوف كي يساوي 1 ماينس قيمه الاوتبوت ماينس 0.18 هذا مضروبه في الدريفيتيف هي عباره عن سيمتريكال سيجمويد فانكشن فهي نصب في 1 زائد اف اوف اكس في 1 ماينس اف اوف اكس وانا على الاكس اللي مثل النت. فاذا هي نصب في 1 زائد الاف اوف واي ان اللي هو الواي مقداره ماينس 0.18 مضروب في 1 ماينس الاف اوف واي ان قلنا ماينس 0.18 ويطلع المقدار 0.57. هذه قيمه الدلتا اوف كي بما انه عندي سنجل نيورون فاحسب بالاوتبوت فراح احسب فقط الدلتا كي واحدة. بعد ما حسبنا قيمة دلتا اوف كي راح نحاول نوجد قيم دلتا الاوزان والبايز مالتنا. فقلنا راح نحسبها بس ما نحدث الاوزان هسه عملية التحديث راح تجري بالفيز الاخير فقط نحسبها ونهيئها.
لغرض تحديثها لاحقا. فعندنا دلتا اوف اني ويت جي كي يساوي لي الفا في الايرور فاكتور دلتا كي في زد اوف جي. عندي يعني وزني موجوده وبايز ما بين الهيدن نيورونز اللي بالهيدن والاوتبوت نيورون. فعندي دلتا اوف ويت 1 يساوي لي قيمه الفا نعطيها بالمثال 0.25 في دلتا اوف كي حسبناها 0.57 مضروبة في Z of J اللي هو هنا Z1 وطلع لي هذا المقدار. في حين دلتا الويت of 2 يساوي لي ألفا في الدلتا of K في Z2 والZ2 مقدار أيضا 0.57 طلع لي مقدار دلتا الويت الثاني هذا. أما دلتا البايز اللي داخل لي على الأوتبوت لير يساوي لي ألفا في الدلتا of K فيساوي لي 0.25 في 0.57 وهذا مقداره. الخطوة اللي تلي يفترض هسه نسوي سميشن للدلتات مالتنا للنت مالت الدلتات مالتنا باتجاه من الاوتبوت باتجاه الانبوت، فراح نطلع من الاوتبوت على الهيد لاير. فنيجي دلتا ان اوف جي يساوي سميشن فروم كي يساوي 1 الى ام، هذه تمثيل عدد النيورونز بالاوتبوت اللي حاصل ضرب الدلتا اوف كي في الويت اوف جي كي. بما انه انا عندي سنجل نيورون بالاوتبوت فهذا السميشن حيروح، فكل اللي حيصير راح اضرب الدلتا اللي حسبناها الدلتا كي اللي حسبناها مال الاوتبوت نيورون مره اضربها بالويت اللي مرتبط ما بين الاوتبوت نيورون والهيدن نيورون الاول بين Z1 وY، ومره اضربها بين Z2 بالويت اللي موجود على بين Z2 والY. فعندنا دلتا N1 حتساوي لي الدلتا الكي اللي حسبناها قبل شويه 0.57 في قيمة الوزن الويت اوف 1 هو مقداره 0.5 طلعنا من عند دلتا ان 1. دلتا ان 2 شو تساوي لي؟ هم نفس الدلتا كي مضروبه في الوزن اللي موجود بين الهيدن نيورون الثاني والاوتبوت اللي مقداره 0.1 فطلعت لي هذه القيمه. من اجي اريد احسب دلتا جي، كم دلتا جي حتكون عندي؟ بما انه عندي 2 نيورونز بالهيدن لاير فمعناه عندي الجي ايكوال 1 وجي ايكوال 2. فدلتا جي تساوي لي المقدار اللي جمعناه دلتا ان اوف جي مضروب في الدريفيتيف مال الزد ان اوف جي، بمعنى مضروب في الدريفيتيف مالت الاوتبوت او مالت الاكتيفيشن مال النيورونز مالتنا. فدلتا 1 يساوي لي القيمه اللي طلعناها هنا اللي هي هذه الدلتا ان 0.285 مضروبة في الاكتيفيشن اللي استخدمناه هنا قلنا باي بولر سيجمويد فانكشن فهي 0.5 في المشتقة مالتها 0.5 في 1 زائد الزد في 1 ناقصا الزد. اي زد نتحدث عنه؟ 1 فزد 1. فنجي نعوض دلتا 1 ساوي 0.285 في 0.5 زائد 1 بلس قيمة الزد 1 هذه في 1 ماينس قيمة الزد 1 ويطلع لي قيمة دلتا 1.13. نفس الكلام ينطبق على الدلتا 2. دلتا 2 راح تساوي لي مقدار الدلتا ان اوف جي اللي هي هذه مضروبه في 0.5 في 1 زائد الزد 2 في 1 ماينس الزد 2 وطلعت قيمتها 0.02. هذه الدلتا 1 ودلتا 2 نستفاد منها ما نسويها بعد باك بروبوجيشن، نستفاد منها فقط في تحديث الاوزان ما بين الانبوت والهيدن. نحسب قيمة دلتا الأوزان مالتنا، نحسب قيمة دلتا الأوزان اللي ما بين الانبوت والهيدن. الأوزان اللي عندي اللي مرتبطة بالنيورون الأول هي V11 وV21 والأوزان إضافة للبايز، والأوزان الموجودة عندي بالنيورون الثاني هي V12 والV22 والبايز في 02. فبنجي أحسب دلتا V11 راح يساوي لي الفا في قيمة دلتا 1 قيمة دلتا 1 في الاكس 1، قلنا اكس 1 اللي اجى هنا مقداره ماينس 1 وهنا 1. فهذه القيمة الفا في الدلتا اللي حسبناها دلتا 1 في الانبوت سيجنال اللي هي اكس 1 اللي مقداره ماينس 1. نجي الفي 2 1 هذه هي الفي 2 1 ايضا الفا في الدلتا اوف جي، فهنا الدلتا الفا في الدلتا اوف جي اللي هي الدلتا 1 في الانبوت سيجنال جاي منها اللي هي مقدارها 1. بعدها نحسب قيمه
التغير اللي حيصير اللي حيطر على الاوزان المرتبطه بالهيدن نيورون الثانيه ما بين الانبوت والهيدن نيورون الثانيه اللي هي V1 2 وV2 2. V1 2 ايضا تساوي الفا في شنو؟ في دلتا 2. الدلتا جاي هنا دلتا 2 مضروبه في الانبوت سيجنال اللي هي الاكس 1 مقدارها ماينس 1، والفي 2 2 تساوي الفا ايضا في الدلتا 2 اللي مقدارها 0.02 في الاكس 2، واكس 2 هنا قيمتها 1. طلعنا قيم الدلتات في 1 1 2 1 في 1 2 في 2 2. نجي الى قيم البايز عندنا في اوف 0 جي يساوي الفا في الدلتا اوف جي. هذه بكل بساطه في اوف 0 1 اضرب الليرنينج ريت في قيمه الدلتا 1، وهذا اضرب الليرنينج ريت في قيمه الدلتا 2 حتى احصل معناتها على عمليه على قيمه التغيرات اللي حصل على البايز مالتنا. هنا ينتهي الفيز الثاني. الفيز الثالث والأخير عندنا في هذا المثال هي عملية تحديث على الأوزان اللي نقول بها الأوزان ما بين الهيدن والأوتبوت نيورون اللي ويت أوف جي كينو يساوي القيمة القديمة زائد قيمة الدلتا مالتها. فعندنا وزنين وبايز الويت أوف 1 والويت أوف 2 والويت أوف 0. نجي القيمة القديمة هذه قيم الدلتا هذه نعوض بها نطلع قيمة الويت الجديد. نفس الكلام ينطبق على الأوزان الموجودة ما بين الانبوت والهيدن لاير، ما بين الانبوت لاير والهيدن لاير اللي عندي بها أربع أوزان وبايزين. فعندنا V of 1 1 new تساوي V of 1 1 old زائدا دلتا V of IJ. أول دلتا هي قيمتها نيجاتيف فبالنتيجة حصلنا على هذه القيمة، وكذلك V21 والV12 والV22 والV01 والV02. بهذه الطريقة نكون كملنا فقط عملية تحديث على الأوزان نتيجة دخول تريننج فيكتور واحد ويا تارجت مالته. عادة احنا من نريد نشتغل بالباك بروبوجيشن نكون مهيئين مجموعة من الانبوت فيكتورز مو فيكتور واحد وياها تارجت فيكتور. هذه المجموعة نسميها التريننج بيرز. التريننج بيرز تدخل ممكن تدخل يعني مرات ومرات بكاملها، يعني عندنا في كل ايبوك تدخل بمعدل ببروبابيلتي متساوي الى حد ما، نجعله ان تدخل كل الانبوت فيكتورز، وبعدين ممكن يمر علينا ايبوك ثاني ايضا تعاد ادخال كل الانبوت فيكتورز، بس بعد ما نكون حسبنا مقدار التغير اللي صار على الاوزان نتيجة دخول كل انبوت فيكتور، وهكذا قد تعاد العملية إلى أعداد كثيرة من الإيبوكس لحين ما نوصل إلى حالة من الاستقرارية أو نوصل إلى stopping condition. هنا ينتهي مثالنا. في بعض الحالات من أجل أدرب الشبكة عندي باستخدام back propagation أنا يهمني في عملي أنه أوصل إلى أقل إرار متاح لي، أقل إرار ممكن أن يسبب لي عملية احتساب البيرفورمانس مالتي ويا الأوزان. بمعنى آخر المين سكوير إرار اللي عندها حسب الحقيقة ويا الأوزان مالتنا. مرات يصادف الحال أنه وين دا أحسب الأوزان دا أحسب أقل إرار الألغوريتم مالتي يوقفني في مكان ما يمثل لي المينيموم إرار، يعني فعدي المعادلة مال عملية احتساب الوزن راح نعدل عليها بالباك بروبوجيشن، حنضيف لها ما يدعى بالمومنتوم، وراح نجي الويت اوف جي كي بالتايم تي بلس 1 المقصود به هنا النيو يساوي لي الويت اوف جي كي بالتايم تي اللي هو يمثل لي الكرنت تايم زائدا الفا دلتا كي زد جي. هاي قبل شوي كنا نحسبها نحسب من خلالها قيمه الدلتا مال ويت اوف جي كي، هسه قيمه دلتا الويت اوف جي كي شوي راح تتغير راح نضيف لها باراميتر. ف قلنا الفا دلتا كي زد جي بلس ميو مضروبه في الويت اوف جي كي تي الويت الاني الحالي ماينس الويت اوف جي كي ات تي ماينس 1 ناقصا قيمة الويت بالزمن السابق. لاحظوا هذه الويت بالزمن الحالي ناقصا الويت بالتي ماينس 1، هذه الحقيقة الفرق بيناتهم يمثل لي الدلتا الويت بالزمن تي
هذا يمثل لي دلتا الويت بالزمن تي. طيب إذن هذا المقدار منا إلى إحنا، هذا المقدار بنضيف على القيمة الأولد اللي هي الكرنت يعطيني القيمة الجديدة. فإذا هذا المقدار هو يمثل لي الدلتا مالتنا. إذا دلتا الويت أوف جي كي بالزمن تي بلس 1 يساوي لي ألفا دلتا كي زت أوف جي بلس الميو في هذا المقدار قلنا يمثل لي دلتا الويت أوف جي كي بالزمن تي، فالميو في الدلتا أوف ويت جي كي بالزمن. الميو الحقيقة هي فاليو، الميو هو فد سكيل فاكتر قيمته محصورة بين الزيرو والوان، قيمته محصورة بين الزيرو والوان. من أجي أريد أحسب قيم الأوزان ما بين الانبوت والهيدن لاير، فراح نقول V of IJ بالزمن T plus 1 على T plus 1 اللي هو الميو يساوي V of IJ بالزمن T اللي احنا كنا نسميها old اللي يتمثل هنا للكرنت تايم بلس نفس الكلام الفا في الدلتا جاي في الاكس اي اللي قبل كنا نعتمدها فقط لاحتساب قيمه الدلتا، هنا راح ينضاف لها باراميتر اخر اللي له علاقه بالمومنتم، فبلس ميو في الفي اوف اي جي تي اللي هو الوزن الحالي بين الانبوت والهيدن ماينس الفي اوف اي جي بالتي ماينس 1 اللي هي بالزمن السابق. حاصل طرح الوزن الحالي من الوزن السابق يمثل لي الدلتا السابقة، تنظرف في ميو وتنضاف على هذا الباراميتر حتى تطلع قيمة دلتا الوزن الجديد. فإذن دلتا V of IJ بالT plus 1 يساوي لي ألفا جي دلتا جي في الX of I زائدا الميو في قيمة قلنا هذه الدلتا V IJ بالزمن T، هذه الدلتا V IJ بالزمن T. المومنتم باراميتر هذا الميو الحقيقة راح تحدد قيمته بين 0 و 1 ما عدا النقاط اللي موجودة عندي هنا النهائية، هذه بالغالب منضيف لها هذه العلاقة. النقاط النهائية قيمة الميو مال تي، قيمة الميو بالنقطة الأخيرة حتكون 0، فما راح نضيف هذا الباراميتر، فقط قيمة الدلتا تحتسب هيجي. آخر موضوع عندنا اليوم في هذه محاضرتنا ما يدعى بالباتش أبديتينج أوف ويتس. عملياً اللي يصير عندي إحنا من أريد أحسب الأوزان في نتيجة دخول كل ترينينج فيكتر، كل ما يدخل لي أمبوت ترينينج فيكتر أنا أجي أعدل على الأوزان. فاللي يصير عندي من دخل أول ترينينج فيكتر صار تحديث على الأوزان، من يجي يدخل الفيكتر الثاني قد تحدث زيادة أو نقصان نتيجة دخول الفيكتر الثاني على الأوزان، وهكذا الحال كل ما يدخل انبوت فيكتور عندنا تتعدل المقدار الوزن. فراح اشوف الكيرف مالت الاوزان مالتي ممكن يكون ياخذ لي هذا الشكل على سبيل المثال، يصعد ينزل يصعد ينزل يصعد بهالطريقه بي ريبل ما مستقر، صاعد نازل صاعد نازل. السبب انه اين دا احدث الاوزان على كل فيكتور من الفيكتورات. الطريقه الاسهل اللي تعطيني اوتبوت سموث وتسرع لي في نفس الوقت من عملية التدريب انه شو اسوي، بس تاخذ من عندي ميموري. الحقيقة هذه الطريقة الثانية اللي نسميها الباتش ابديتنج، تاخذ من عندي تحتاج من عندي يعني اسوي ستورنج الى بعض المعلومات حتى بعدين احدثها مرة واحدة. فاللي يصير بهذه الطريقة بالباتش ابديتنج انه اني نتيجة دخول كل تريننج انبوت فيكتور على الشبكة مالتي أحسب قيم الدلتا بس ما أعدل الأوزان. يجيني الفكتر الثاني يدخل عندي الانبوت فكتر الثاني وأيضا أحسب قيم الدلتا مالته وما أعدل الأوزان، ونستمر بهذه العملية لحد ما يكمل عندي إيبوك واحد. من خلص هذا الإيبوك إيش قد صارت عندي دلتات أجمعهم أطلع منهم الأفريج وأضيف على قيمة الأوزان السابقة، بما معناه انه عندي الوزن الجديد بعد نهاية الايبوك يحسب لي معدل التغير بالاوزان يضيف على الوزن القديم حتى يطلع لي الوزن الجديد. فهذا يقول نسوي single weight adjustment، هذا الadjustment يساوي للaverage of the weight correction terms. the weight correction terms اللي هي قيم دلتا الاوزان اللي دا نحسبها نتيجة دخول كل input pattern
بمعنى آخر أنه أنا ما راح أجي أحدث على الأوزان نتيجة دخول كل input pattern، لا، بعد ما أطلع قيمة الكوركشن تيرمز، أطلع قيمة دلتا الأوزان، أطلع الأفرج مالها وأحدث مرة واحدة، هذه النتيجة اللي راح أحصلها، يطلع لي الكيرف سموث في عملية تحديث الأوزان، كي يكون ماخذ هذا الشكل، يأخذ لي يبدأ من نقطة معينة ويصعد وهكذا، ما يشتغل لي بهذه الطريقة صاعد نازل صاعد نازل، فينطيني سيستم سموث. والحقيقة هذا السموثنس اللي دلش عنه ممكن يعطيني فرصة عالية في زيادة الكونفرجنس إلى اللوكال مينيما، في نفس الوقت يعطيني يزيد لي فرصة الوصول إلى اللوكال مينيما اللي كنا نتحدث عنه قبل شوية. لهنا تنتهي محاضرتنا وشكرا لكم.